أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج نقط فوق الحروف، وعنوان حلقة النهاردة طوبى لمن لا يعثر فيا. وهنقرأ إنجيل متى أصحاح 11 من عدد 1 لعدد 6. ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرس في مدنهم. أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: اذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. العمي يبصرون، العرج يمشون، البرص يطهرون، الصم يسمعون، الموتى يقومون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر فيا. يوحنا المعمدان وهو في السجن وهو في الضيقة أرسل المسيح وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ وزي ما قرينا الرب يسوع بعت له وقال له: المساكين يبشرون، والعمي يبصرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، وطوبى لمن لا يعثر فيا. يوحنا وهو في الضيقة ابتدى يشك، طب لما انت المسيح ابن الله القدير ليه سيبني في السجن؟ ليه ما خرجتنيش وانت عارف ان انا مظلوم؟ انت عارف اني ما عملتش حاجة، انا قلت الحق، يدوس لي حل لك ان تأخذ زوجة اخيك امرأة لك. انا قلت الحق، انا ما عملتش حاجة. يمكن في وقت الضيق بيظهر كل اللي جوانا. قال أحد الخدام إن في وقت الظروف الضاغطة بيظهر معدن الإنسان أو اللي جواه، وفي الوقت اللي يحس الإنسان فيه بالخوف الشديد وعدم الأمان بتظهر كل الضعفات اللي فيه. عشان كده بطرس لما خاف سب ولعن وقال: لا أنا معرفوش، ما خلاص يا روح ما بعدك روح، حس إن هم يمسكوه ويموتوه، ففي لحظة الخوف خرج كل اللي جواه. يا يوحنا ده انت شفت الاعلان الالهي، شفت صوت الاب بيقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، وشاورت وقلت: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئه العالم. لكن في وسط الضيق بقى والظروف الصعبه بيبان جوه لكل الانسان. عشان كده مرات كتيرة بنمر بحاجات مختلفة، ممكن نمر بضيقات يقول: هذه ساعتكم وسلطان الظلمة، زي الرب يسوع بالظبط ساعة الصليب قال: هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. إن إبليس نزل وبه غيظا عظيم، أعطي أن يحارب القديسين ويغلبهم، وزي ما قال الرب البطرس: هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، لكني طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. ففي وقت بتمر بيه اسمه هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. في وقت تاني بتمر بيه هو وقت التجربة، يقول: طوبى لمن احتمل التجربة، إذا تزكى ينال إكليل الحياة. يبقى في بمر بالتجربة عشان أتزكى أتنقى. في وقت تاني اسمه وقت الامتحان، يقول رسول بطرس: لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب. يعني كل البلوى المحرقة دي لأجل امتحانكم. ودايما الناس بتهرب من الامتحان، لا سيما الطلبة، بس من غير الامتحان لا يمكن الطالب هيتنقل ويتخرج، هيفضل زي ما هو.
فالامتحان صعب بس لازم أعبره، لازم أنجح. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم وقال له خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق وأسعده لمحرقة على أحد الجبال التي أريك. امتحن إبراهيم، امتحن محبته، امتحن خضوعه، امتحن إيمانه، ونجح إبراهيم وما عزش ابنه. لأن إن أحب أحد أبا أو أما أو ابنا أو ابنة أو بيوت أو حقول أكثر مني فلا يستحقني. عشان كده الرب قال أقسمت بذاتي إني أباركنك بركة وأكسر نسلك تكسيرا ويكون مثل نجوم السماء ومثل الرمل الذي على شاطئ البحر الذي يعد من الكثرة، وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. ليه؟ لأنك سمعت لقولي ولم تمسك ابنك وحيدك عني. ما مسكتش حاجة، أغلى حاجة عندك إسحاق اللي قابلت فيه المواعيد اللي جالك بعد ما عندك 100 سنة ما مسكتوش. مرات كتيرة بنمر باللي أنا قلت عليه ده، ساعة الظلمة، التجربة، الامتحان، كل ده عشان إيه؟ الله بيشوف اللي جواك، عايز يطلع اللي جواك، وإذا اكتشفت إن اللي جواك ردود أفعال خاطئة عشان تتظبط. لكن بيمتحن، هتقبل مشيئتي يا ابني؟ لما أقول لك أترك الحاجة دي ها هتتركها؟ لما أقول لك سيب الخطية دي هتقولي حاضر؟ لما أقول لك اذبح الحاجة المحبوبة دي هتقولي حاضر؟ يمتحن خضوعك، يمتحن محبتك. إيه الأغلى؟ الخطية والأشياء وذاتك وكرامتك ولا المسيح؟ هتنحاز لمشيئتك ولا لمشيئته؟ هتعمل وصيته ولا تعمل اللي انت عايزه واللي يريحك واللي يبسطك؟ فبيمتحن خضوعك، بيمتحن إيمانك، بيمتحن عشان تنجح، عشان تتغير، عشان تتنقل. للأسف بقى أنه مرات كتيرة في وسط الظروف دي، ليه يا رب سبتني؟ ليه يا رب تركتني؟ ليه يا رب؟ وبعثر فيه زي ما قلت، طوبى لمن لا يعثر فيا. مرات كتيرة الرب بيبدو أنه كأنه صامت. ده بقول عشان إيه؟ يمتحن. يبدو كأنه صامت، وده اللي عمل مع الكنعانية. هي بتصرخ ومش بيرد عليها، لم يجبها بكلمة في الأول. طب ليه يا رب صامت؟ هل معناتها أنه مش عايز يديها سؤال قلبها؟ عايز يسر إيمانها. مرة شخص قال إبليس مرات يشتغل ويبتدي يبني قلعة كبيرة، وكل ما بيعلي في القلعة ويعمل أعمال جامدة والرب ساكت. يا رب أنت ساكت ليه؟ يا رب ما تعمل حاجة. يجي الرب بعد ما يخلص كل حاجة إبليس ويكمل القلعة، يجي الرب كده ويروح رافع علمه عليها. الرب عارف إمتى يجي وإزاي يجي وإمتى يصمت وإمتى يتحرك. أعماله كلها بحكمة صنع. مرات كتيرة بيبدو كأنه لا يسمع، مع أن مكتوب عنه سامع الصلاة وإليه يأتي كل بشر. الغارس الأذن ألا يسمع؟ الصانع العين ألا ينظر؟ طب ليه بيبدو الرب كأنه لا يسمع؟ لا، لما دانيال صلى وما جاتش الاستجابة، فالرب قال له إيه؟ قال له من بدء تضرعاتك الأمر خرج من عندي، لكن رئيس مملكة فارس أعاقني 21 يوم. ممكن يكون إبليس بيعوق الاستجابة، الرب ليه حكمة. يمكن عايزك تجاهد مع أجناد الظلمة أكتر عشان ما يعطلوش مشيئة الرب في حياتك. يمكن الرب عايزك يعلمك الانتظار
يعني ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الرب في سلطانه. يمكن بيمتحن انتظارك، إيمانك، دي حكمة. لست تفهم الآن ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. يا مرات بيبدو الرب أنه صامت، مرات بيبدو الرب أنه متأخر. أنت فين يا رب؟ ده أنا صليت. خلي بالك مرات بيجي في الهزيع الرابع برضو لحكمة عنده، بيقدس انتظارك ليه، بيمتحن إيمانك وصبرك. بصبركم اقتنوا أنفسكم. اللي حصل مع زكريا وأليصابات، طلبوا طفل من الرب هما في شبابهم، ومرت السنين والرب بيبدو أنه متأخر بقى. الرب قد تركني مرات كده، وسيدي قد نسيني، أنت فين يا رب؟ لكن الرب اداله ابن بعد سنين طويلة جدا، بعد ما هم نسيوا خلاص. كلنا عارفين القصة. عشان يديله مين؟ يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء، عشان يهيئ الطريق قبل مجيء المسيح. فكان لازم يجي في التوقيت ده. والتلاميذ كمان لما الرب ألزمهم إن ينزلوا للسفينة عشان يذهبوا إلى العبر، هو ما راحش معاهم، هو كان على البر. وفي عز الليل بقى الأمواج هجت عليهم، ورآهم معذبين في الجسر. رآهم، مش الضلمة حجبتهم عنه، لا، بيعرف النور كما يعرف الظلمة. كان شايفهم وكان بيصلي من أجلهم. يقول لك ونحو الهزيع الرابع جالهم ماشي فوق المية. طب ليه يا رب استنيت الهزيع الرابع؟ قال لهم تشددوا وتشجعوا لا تخافوا. انتوا لسه مش فاهمين اللي انا عملته قبل كده مع بالجموع والخبز واشبعتهم، ليه انتوا خايفين؟ انا اللي امرتكم تنزلوا. لكن انتظر للهزيع الرابع. مرات كتيره بيبدو الرب متاخر، أو بيبدو كأنه لا يسمع، أو بيبدو كأنه صامت. لا، وأنت بقى تفهمه غلط. أنت فين يا رب؟ مش حاسس بيا؟ عايز أقول لك إن الرب صالح، الرب بار، الرب أمين، الرب رحيم، الرب قدير، الرب منزه عن الكذب، الرب كامل الصفات، ما فيهوش عيب ولا غضن، يعني ما فيهوش ظلم. إله أمانة لا جور فيه البتة، ما فيهوش جور أو ظلم. العدل والحق قاعدة كرسيه. الدعوة قدامه فاصبر له. هو حاسس بيك، هو شايفك، هو عارف احتياجك، هو حطك في عنايته المركزة، هو أمين ومش بينكر نفسه، هو كله حب وعطاء ومشيئته صالحة من نحوك. إذا كان في حد غلطان يبقى أنا مش هو. هو بار، عشان كده دايما ببقى عايزة أقول له الكلمات دي، وعايزة أقول لك تقولها. قول له لك أنت يا سيد البر ولي أنا خزي الوجه. انت بار اكيد. انا يا في حاجه معطله الاستجابه، في خطيه، يا اما انا بعثر فيك وبشتكي عليك وبشك فيك، ودي حاجات كتيره جدا. اللي كان منتظر ان مراته تحمل، واللي كان بيمر بضيقه، واللي عايز ينجح في الامتحان، والرب عايز يدي وعايز ينجح. ولما بصلي مع الاشخاص دي ويتوبوا عن التذمر والشكايه على الله والشك في الله ويخضعوا ويتوبوا، تبتدي تيجي الاستجابة. ممكن الرب يكون زي ما بقول بيمتحن إيمانك، محبتك، خضوعك، وكمان بيشوف رد فعلك. مش الرب اللي غلطان،
مش تستذنب الرب عشان تبرر نفسك. تعثر فيه يعني بتفهمه غلط، يعني بتسيء الظن فيه، يعني بتشك فيه، يعني بتحكم بحسب نظر عينيك وبحسب سمع أذنيك، يعني بتحكم بحسب الواقع. الرب عايز يصفي إيمانك، لتكن تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الذي يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة عند استعلان يسوع المسيح. عايز يشفي إيمانك من العيان، من المنظور، من الشك، من الخوف، من الفشل والإحباط، بيزكي إيمانك، بيشكل إناءك، بيغيرك، بيعلمك الصبر، بينزع الغلط اللي جواك. عشان كده أنا عايزك تعرف إن الرب صالح. لما تدخل في ضيقة، لما تدخل في ألم، لما تدخل في صليب معين أو إماتة معينة، عايزين يبقى رد فعلنا تسليم، خضوع، ثقة، إيمان، انتظار، صبر، مشدش منه بالعافية، ملويش دراعه، مستذنبوش، مشتكيش على صلاحه، مبصلوش بعين شريرة. طوبى لمن لا يعثر فيا. اوعى تفتكر ان اي حاجة بتمر بيها بالصدفة، لكن الرب يخرج لك من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. ثق انه بيعمل لخيرك، ثق ان ده هيقول لخلاصك، ثق ان الضيق هينشئ صبر، واخضع ليه. ما تتذمرش مرات كتيرة، لأن نفسنا سمينة عندنا، فأول ما بنمر بضيقة صعبة أروح مجروحة، ودي بقى اختبرتها كتير، مجروحة لذاتي وصعبان عليا نفسي، فرد فعل الجرح تذمر، مش عارف، شكاية، شك. عارف الحل؟ إن أول ما تدخل في الضيق أو في الألم وهتبتدي تنحاز لذاتك وتتجرح لها وتشفق عليها وردود أفعالها تبقى غلط، قول له أشكرك يا رب، أنا بقبل مشيئتك يا رب، أنا باثق إنك صالح، أنا باثق إنك مش هتشيلني فوق احتمالي، أنا باثق إنك هتحولها لخيري، أنا باثق إنك بتحبني، وأنا بخضع ليك وبتضع تحتيك وبقبل مشيئتك وبقبل الصليب وبقبل الظروف. هتلاقيك اترفعت فوق الظروف، هتلاقيك رنمت في وسط الظروف، هتلاقيك شكرت في وسط الظروف الصعبة وترفعت، وإبليس انكسر تحت رجليك، وهتبتدي تشوف إيد الرب معاك وبيحملك فوق الصليب وفوق الظروف. عشان كده اللي عايز يعلمه لنا الرب النهاردة ان احنا ما نشكش فيه ولا نعصر فيه، ان احنا نخضع ليه ونسلم ليه، واذا كنا ما عرفناش نعمل كده نيجي بتوبة واقول انا بعتذر يا رب عن كل مرة فهمتك غلط، كل مرة يا رب افتكرت انك نسيني، افتكرت انك سيد قاسي حملتني فوق احتمالي، افتكرت انك لا تبالي بتعبي، افتكرت انك مش حاسس بيا، او شكيت في محبتك، او في قدرتك انك تحل المشكله، او في قدرتك انك تخرجني من الضيق الى الرحب. انا اسف، انا النهارده يا رب بقطع عهد ان انا هقبل مشيئتك ومش هعصر فيك تاني، وهثق انك بتحبني وانك بتعمل لي خيري، وانك هتخرج ليا من كل الظروف دي شفاء وتغيير وقداسه وتنقيه ونقلات روحيه، عشان انقياء القلب يعينون الله. والى ان نلتقي في حلقه جديده، ربنا يكون معاكم.